السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام. نتكلم اليوم عن أمر من الأمور كثير من الناس يحبه في علم الرؤى والأحلام، رمز من أجمل الرموز، وفعلا رمز جميل محبب مألوف. وهذا الأمر سواء كان في الحقيقة أو في المنامات جميل، لأن ربنا ذكره في القرآن. ده ليس هذا فقط، ده ربنا ذكر هذا الأمر وهذا الرمز في القرآن إن فيه شفاء للناس، وهو العسل. رؤية العسل في علم الرؤى والأحلام إيه؟ رؤية العسل دائما فيه الخير والراحة والسعادة والسرور والأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. العسل الذي يأكل عسلا في المنام يدل إن ربنا سيحفظه من جميع الأمراض الخبيثة، لن يبتلى بمرض خبيث قط. اللي بيع العسل في المنام، اللي بيع العسل في المنام يبين على أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الفلاح ومن أهل الطاعة لله رب العالمين. دائما العسل فيه البركة، فيه العيشة الهنية السعيدة الطيبة المريحة لمن يراه أو لمن يأكله أو لمن يبيعه في علم الرؤى والأحلام. والعسل نادرا ما يكون فيه السوء في أوقات معينة. على سبيل المثال، لو واحد أراد أن يأكل من العسل ووجد في العسل دود، لو وجد في العسل دود سيمن على صاحب المنام بمال كثير جدا، ولكن هذا المال سيكون فيه الحسد وفيه النكد وفيه المشاكل والخلافات. هو مش في واحد معيش فقير ويأكل طعام بسيط جدا ولكن سعيد، واحد تاني ربنا يفتح عليه الدنيا على مصراعيها. معنا اتصال. ألو، معنا اتصال. ألو، أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. لو سمحتي بس حلمين كده صغيرين لأختي. اتفضلي تموري أمر. ربنا يخليك ما يمرش عليك ظالم. أختي حلمت إن والدتي الله يرحمها أخذت المصلية وقالت أنا رايحة أصلي. تمام. وبعدين أختي فتحت الشباك وكانت النطرة بتنطر وقالت اللهم انصرنا على من ظلمنا. ده الحلم الأولاني، علما بأننا يا فندم مظلومين جدا 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 ووالدتي واخدة مظلومة. لا، هي قالت إيه آخر كلمة؟ قالت إيه الأم؟ والدتي أخذت المصلية وقالت أنا رايحة أصلي. أنا ما أتكلم على آخر كلمة يا فندم، ما تعيديش المنام تاني. آخر كلمة قالتها إيه الأم؟ لا مش الأم، أختي فتحت الشباك وقالت وكانت النطرة بتنطر وقالت اللهم انصرنا على من ظلمنا. جميل عظيم. تمام، اقول لحضرتك الحلم الثاني؟ لا خليكي معايا على الخط، سامعاني كويس جوه انت. اولا اولا المنام يبين ان ربنا ادخل امك الجنه، فهي في مكانه طيبه جميله عظيمه عند رب العالمين. الشيء الثاني، ربنا هيبشركم بالخير، وان ربنا هيجعل لكم من بعد العسر يسر ومن بعد الضيق سيكون لكم الفرج، والله جل وعلا سينتقم شر الانتقام ممن تسبب لكم في أذى أو في ظلم. آمين يا رب. قول المنام الثاني. طب يا فندم، برضو هي أختي اللي حلمت إن هي إن الشباك بتاع الست اللي ظلمتنا بيطلع دخان كتير، فقالت لأختي الثانية
ده خطر. فاختي قالت لها طب انزل اشوف فيه ايه. هو الشباك اللي بيطلع دخان دي عند مين؟ حداكم انت ولا عند المرأة الظالمة؟ عند الظلمة. تمام. اختي شافت الشباك بتاعها. ما تعيديش رؤية تاني. تمام. دخان جامد. تمام كملي. بس وبعدين احكي حاجة تانية ولا حضرتك هتفصل لي ده؟ لا هفسرك ده كده خلاص كده عشان في اتصالات كتيرة معانا. يدل ان ربنا هياخذ لكم بالثأر وان ربنا هيبتليهم بلاء عظيم جدا والله اعلم. اسال الله جل وعلا لكم التيسير وصلاح الحال. ولذلك معانا اتصال تاني. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك يا شيخ انا كنت شفت رؤيا، شفت قمت ابني كده على شكل هرم. تمام. فببص لقيت وزه. وزه. لقيت ما يعني ببص عليها لقيتها ما في يعني مش تحتها اي حاجه، ففوق منها وزه لقيتها مطلعه وزه صغيره. تمام. بس كده. انت في حد ظلمك في الحقيقه؟ بس كده. هو قوم التمن اللي انت شفتيه ده اللي هو على هيئة الأهرام ده يدل إن في حد ظلمك وافترى عليكي افتراء كاذب. موضوع الوز وما شابه ذلك ده ربنا هيعوض صبرك خير وربنا هيديكي خير عظيم جدا. أسأل الله جل وعلا لك التيسير وصلاح الحال والله أعلم. معانا اتصال تاني؟ معانا اتصال؟ السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. يا سيادة الشيخ. اتفضلي. أنا كان جاي العريس من حوالي 15 يوم. تمام. وقابلته وارتحت له راحة عمري ما ارتحت مع أي شخص قبل كده. تمام. ولو كنت خلصوا الموضوع في يومين كنت خلصت. جه الموضوع وقف وما فيش نصيب يعني. تمام. بعدها ب10 أيام حلمت اللي انا في زي حفله كده بس ما فيهاش موسيقى. نعم. وفيها الممثل احمد زكي. تمام. وبيقول لهم قعدوها في اول كرسي في اول صف. نعم. وعاطي الواحده قاعده بيني وبينه كده طرحه بيضة. تمام. تدين بتقول له خد البساء ببص له كده يشاور لي بدماغه ان خديه. تمام. خدتيه لبسته رجع اداني كوتشي ابيض ولبست الكوتشي والرباط بتاعه ابيض على اخضر ولبست وجيت في الفده الشمال بربطها رباط عسلك كده اجت لي واحده قريبتي اسمها عزه ربطته بس هو احمد زكي ده بداها بقرايه القران في الحفله دي بس ما فيهاش موسيقى. ده ربنا مطمنك ويبشرك ويقول لك لا تقلقي ولا تنزعجي ربنا هيعوض صبرك خير وسيمن الله عليك بالزواج من شاب به صفات كثيرة جدا متعددة فقول الحمد لله. الو. ايوه اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. يا رب يخليك. انا معك رجب من المنيا. اهلا بيك وباهل المنيا الكرام. يا رب يخليك يا فندم. لو سمحت المدام عايز اكلمك على حلم بس كده. اتفضل حبيبي. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حلمت ان سيلفي تيجي وانا رايحه عندهم ام جوزي وكده وحلمت ان هي حاطه لي بسبوسه وجلاش وماما توكل فيا. لا قولي تاني. اقول لك حلمت ان سيلفي انا رحت عند سيلفي وام جوزي انا قاعده لوحدي. تمام. بس حلمت ان سيلفي قاعده بتوكلني في بسبوسه وجلاش. تمام. بس فمش عارفه ايه الحلم ده. ده في خير عظيم جدا ربنا هيديهولك ان شاء الله والله اعلم. تواصل معك. لا 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 عشان معانا مكالمات كثيره جدا في الكنترول. ماشي. تمرين امر يا فندم. ايوه. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن مع حضرتك. اهلا بيك اسمك جميل يا عبد الرحمن. الله يكرم حضرتك ده اسلوبك وشخصيتك وعلمك هو الطيب. ربنا يبارك فيك. كلامك بنسعد بيه دايما. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما من عباد الرحمن يا عبد الرحمن.
اللهم امين. لو تكرمت في رؤيتين صغيرين ان شاء الله. اتفضل حبيبي الغالي. الرؤيه الاولانيه بسم الله الرحمن الرحيم، شهدت ان في فرح. انا راجل دلوقتي متزوج، تمام، بس شهدت ان في فرح انا العريس فيه ولابس بدله وكرافته وشكلي مهندم، تمام، وطلعت كام سلمه وبعدين وجدت العروسه شكلها طيب غريبه عني ما اعرفهاش، نعم، وبترتدي فستان الفرح، وبعدين في رجل شيخ كبير كانه المأذون عقد قرانه وخدتها في ايدي ومشيت انا وهي ودار بينا حوار طيب جدا، تمام، وطلعت من جيبي علبه بتاعت مصوغات ذهبيه بس كان فيها دبلتين فضه، تمام، هي لبست دبله وانا لبست دبله. دي الرؤيه الاوليه فاضل. هي الرؤيه كلها يا عبد الرحمن، ربنا سيمن عليك بمناسبه سعيده في الايام القادمه والله اعلم. قول رؤية حضرتك. قول رؤية تانية يا عبد الرحمن. طب حضرتك انا شهدت ان انا بسم الله الرحمن الرحيم داخل محل لبيع الادوات المنزليه، تمام، ففي جوه بنتين بيبيعوا او يعني بيشوفوا الزبون اللي داخل وبيتفقوا معاه، فادتني قلت ان انا هشتري ثلاجه وهشتري غساله، فاخترت الثلاجه واخترت الغساله اللي عايز اشتريهم، وبعدين رحت اخد منها الاستماره بتاعت البيع والشراء، فالاول ادتني استماره فيها تانية متنية أو مقطوع منها حتة، وبعدين قلت لها دي مقطوعة، قالت لي هات المقطوعة دي وخد الاستمارة السليمة، وخدت الاستمارة السليمة اللي فيها الثلاجة والغسالة اللي هشتريها، وبعدين رحت مديها الاستمارة تاني. ربنا هيتم لك أمر من الأمور جميل في الحياة يا عبد الرحمن، فقول الحمد لله والله أعلم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ حلمت إني أنا حامل في الحقيقي، وحلمت إني أنا رايحة أولد ورايحين يودوني المستشفى، بس مش أنا اللي رايحين يفتحوا لي، تمام، وأنا قاعدة قال هنا في شقتي عم أغسل هدوم، فقال مستنظرة البت اللي راح يجيبوها لي، قال أنا عارفة إني فيا بت بس في الحقيقة ما عرفت ما في إيا، فمش عارفة الحلم باقية يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا إليكم مرة ثانية ونتكلم عن العسل في المنام. بعض الأحيان العسل إذا رأت الفتاة الآنسة رأيت العسل في المنام أو تأكل عسل، لا يدل إن ربنا سيمن عليها بالزواج من شاب سيكون بينهم قبول وميول واستلطاف وسرور، راحة وسعادة كبيرة جدا. لو أن هناك امرأة رأت في منامها العسل وكانت لا تنجب سيمن الله عليها بالإنجاب، لأن العسل بجميع أنواعه دائما فيه الخير. طب لو واحد شاف العسل في دم، اللهم احفظنا جميعا، قولوا آمين. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. مرات أخويا هي حامل في الحقيقة. حامل. تمام. حلمت إن أمها المتوفية جايبة لها صينية كبيرة مليانة كحك. تمام. وجايبة لها صينية تاني مليانة شم أخضر وأحمر وبمبة. تمام. وبتولع هنا وبتزينه هنا. لو سمحت عايز أعرف بس ده إيه؟ دي في قدوم خير وفي رزق لها، وإن عمرها طويل ستعيش عمرا كبيرا والله أعلم. فلو واحدة شافت الدم في العسل ستصاب بمصيبة أو ببلاء أو بفتنة أو تصاب بأمر عظيم جدا. معنا اتصال. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. أيوة أنا عندي حلمين بس يا شيخ. اتفضل حبيبي. أنا حلمت كنت بطلب شام من واحدة، فالمهم الواحدة دي جابت لي رشطة
فامها خدت الرشطه دي منها، فانا بقول لها ده الدكتور فلان، قالت لي لا ده الدكتور الخرابي. تمام. فراحت ماسكه الرشطه في ايدها وراحت شمدت ظهرها عليا كده وفضلت الرشطه في ايدي. ده اول حال. انت تعاني من تعب؟ يعني فكرت تعبان وكده. ربنا سيقدم لك الشفاء، لان الرؤيه تبين على وجود نكد ووجود هم وتعب ومرض وقيس على هذا المنوال. نقول الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه حلمت اللي كان فيه رجل طفل طالع منه قط سود كده، فالقط ده كان فيه باب، انا قلت ده هو يخرج من الباب ده وان على بره، فهو فضل في نفس الباب بس هو خرج من رجل الطفل ده. من هو اللي خرج؟ قط اسود خرج من رجل الطفل. واضح. تمام تمام. ده ربنا سيحفظك من الأعداء والحاقدين والحاسدين، وسينصرك الله على من يعاديك، ولكن عليك أنك تكون قريب من ربنا، والله أعلم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت يا شيخ إبراهيم، أنا حلمت بصوفيا زيدة، يعني أنا واقفة في الدور الرابع أو الخامس فوق كده، وهي واقفة تحت ولابسة عباية سودة وعليها. ايوه انت اللي كنت معانا الان ولا انت واحده ثانيه؟ انا يا شيخ. انت كنت بس لو سمحت اختي هي اللي كان تليفونها وبتكلم منه وطلع احلامها، هي ما بتعرفش تتكلم. لا، فانا دلوقتي عايز اقول احلامي لو سمحت. لحظه واحده يا فندم، انت حاليا اللي كنت تتكلم على صوفيا زاده ولا واحده غيرك؟ لا 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 يا فندم، لا ما كلمتش انا كده خالص. لا تمام لا. تمام تمام اتفضلي. الله يخليك. انا حلمت ان انا بقول يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا بصوت عالي جدا. نعم. وكان في نيتي ان ربنا يرفع عنا الظلم اللي علينا ويرفع البلاء والوباء عن العباد. تمام. وبعدين شفت والدتي الله يرحمها وهي اسمها حلو، وسمعت صوت بيقول الاستاذ نصر جاي الاستاذ نصر جاي. تمام. وبعدين شفت الفنان صلاح السعداني والحلم ده كان بعد صلاه الفجر، فكان مبتسم وبيقول لي خلاص انت صليتي خلاص خلاص، وسمعت برضه كلمه الاستاذ ناصر. تمام. وبعدين يا شيخ لقيت في ايدي تعبانين، في ايدي اليمين تعبان وفي ايدي الشمال تعبان، وانا ماسكه لفتهم جامد وهم ميتين وكبار، فرحت حدفاهم. تمام. فرميتهم من ايدي، كانوا ميتين وانا كنت ماسكه عليهم جامد يعني بعصرهم. وبعدين عينيا فتحت وغفلت وقمت من النوم وكان في ايدي مفتاح. ايدي كان فيها مفتاح، بفتح ايدي لقيت فيها مفتاح. دي كلها رؤيه؟ هفسر لك حاضر. اولا المفتاح اللي هو في اخر حي، ربنا سيفتح لك ابواب الخير وطرق الخير. كلمه نصر، ربنا سينصرك على الاعداء والحاقدين والحاسدين. صلاح السعدني، كلمه صلاح ربنا سيصلح لك الامور، والسعدني راحه والسعاده وسرور لك. ومشمولية المنام، ربنا سيحفظك وربنا سينتقم لك من كل من تسبب لك في ظلم وفي ألم. نرجع للرؤية الأخت اللي هي شافت مفسرة الأحلام المشهورة جدا صوفيا زادة. هو الرؤية جميلة وعظيمة، ولكن أنا ما أقدرش أفسر المنام إلا إذا اكتملت الرؤية، لأن الخط قطع منيها. وهو على العموم رؤية مبشرة، واسم صوفيا زادة ده من الأسماء الجميلة العظيمة في علم الرؤى والأحلام. معنا اتصال. ألو. فرؤية العسل في المنام، رؤية العسل دائما فيها الخير. لو واحد يمشي في الطريق كده ووجد ان انسان يعطيه عسل، يدل ان ربنا سيعطيه رزق عن قريب، وبالذات لو كان اللي هو اعطاه العسل ده معلوم اي معروف. العسل دائما في الحقيقة فيه الخير، وفي المنام فيه الخير. معنا اتصال. ايوه حضرتك اتفضلي. لو سمحت عندي رؤيتين، اول رؤية شفتها في رمضان. تمام. حلمت لمرات اخويا عندنا في البيت، اخويا مرات اخويا المتوفي عندنا في البيت،
تمام. وغيرت الكمبيوتر من مكان لمكان، بقول مين اللي غير الكمبيوتر ده؟ قالت لي انا. قلت لها ما اديش ايدك لي على حاجه انت مش حاجتك. قالت لي اهو كده وخلاص. إيه لقيت نفسي انا واقفه وفي واحد واقفه معايا في النص وواحده وهي واقفه. رحت ماسكه اللي في النص دي رحت زقها عليها. راحت واقعه على ظهرها. فقدت الوعي. لقيت بطنها دي تطلع وتنزل تطلع وتتنفخت بطنها وتدبقت على دماغها. اللي وجعها يعني بجسمها كله بطنها ودماغها. وبطنها دي اتنفخت وتطلع وتنزل. وانا بقول دي عايزه بتاع ده عايزه نفس اصطناعي وما ينفعش لها نفس اصطناعي عشان مراكرها فيها المشكله اللي جمجمه عندها. لقيت امي المتوفيه قاعده وعشان ظهرها واحد ضابط في الجيش قاعد باصص لي بيقول لي دي من سنن الكون دي من سنن الحياه. بس على كده بيكلمني بصوت عالي. هي زوجة الاخ المتوفى اللي ميت. ايوه. عامله مشاكل مع حد؟ مش عارفين والله. طب ايه حالها؟ ايه ترتيبها؟ احنا يعني هي متجوزه واحد غير اخويا بعد ما اخويا ما مات يعني عادي في مشاكل بينها وبين جوزها اللي معاها ده. الزوج الثاني. ايوه. تمام. لان هي تعاني من مشاكل، تعاني من خلافات، تعاني من نكد، الامور معاها مش مرتبه، مش مظبطه، مش مهيئه. اسال الله جل وعلا ان ربنا يسعد كل الناس وان ربنا يرتب الامور الى كل الناس. والله اعلم. طب والظابط اللي بيقول لي دي من سنن الكون؟ ما سنه الكون اللي تتزوج وتطلق تتزوج وتطلق، دي سنه ربنا في الكون. هتتجوز وتطلق تتجوز وتطلق؟ الله اعلم. انا بكلمك عامه، مش بكلمك عليها انت عاوزاها تطلق ليه؟ انا متكلم أيوة عامه. أيوة في الحياه. ايوه. والله اعلم. طب وبطنها اللي بتطلع دي؟ ما هي النكد اللي تعاني منيه والتعب اللي تعاني منيه والمشاكل اللي بتعاني منيه. ايوه. هي تعاني من أزمة شديدة جدا جدا والله أعلم. أيوة معانا اتصال. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا حضر الشيخ عندي حلمين. لو كانت رؤية قصير هقول لك قول الثانية اتفضلي. ما أول حلم حلمت إن أنا قاعدة أختي وفي بياع هدوم وهي بتشتري مني وأنا قاعدة من فرش السرير وما كانش معي فلوس أشتريه. تمام. بعد كده راحت قالت لي خلاص بكره لما يجي تاني بقي تعالي اشتري مني. تمام. بعد كده جي تاني يوم ورحت ناديت عليا هي وقالت لي تعالي الراجل جي خدي فرش السرير اللي عاوزاه مني. تمام. فرحت اشتريته مني واديت له 20 جنيه. تمام. والحلم الثاني حلمت انا منفصله. حلمت ان انا وطريقي قاعدين على السفره ومعانا رجلين مجهولين ما اعرفهمش. بعد كده راح هو بيقول لي امضي فبيقول لي امضي يلا فمعانا ورق وقلم فجيت كتبت اسمي صفاء فجيت عند الهمزه بالسطر وما كملت الاسم. بعد كده هو خد راجل من رجلين وراح دفنه بالكوريك في الارض. انت عندك نيه للرجوع او هو عنده نيه للرجوع؟ لا خالص. لا نهائي. ما هو عدم الكتابه دي، عدم الكتابه او اتمام الاسم يدل ان ممكن يكون في نيه للرجوع سواء لك او له، ولكن الامور شبه مستحيله. اتمنى ان ربنا يعني يحقق لك الخير، اللي في الخير ربنا يحققه لك. اما في الرؤيه الثانيه موضوع الملابس، ربنا هيسترك ستره لك، ومن ضمن السطرة اللي هو الزواج. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يسعدك بزوج صالح. والله أعلم. معنا اتصال. ألو. نرجع على رؤية العسل. وقبل ما نتكلم على العسل نتكلم على الظلم اللي هو منتشر حالياً. أسأل الله أن يحفظنا من الظلم ومن الظالمين. والله يا جماعة بعد أحيان الإنسان يكون ظالم على نفسه، ظالم نفسه. ما رحمش نفسه أبدا. متكالب على الدنيا وكأنه سيمتلك الدنيا بأسرها. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك فاطمة يا شيخ، ممكن عندي رؤيتين لو سمحت. اهلا بك يا فاطمه. اولا ناخذ اول رؤيه يا فاطمه، لو كانت الرؤيه قصيره هقول لك اتفضلي قول الثانيه.
انا شفت اخو جوزي كان في المنام يا شيخ وقلت له هو انت عايش؟ ده احنا ما بنجيبش سيرتك لمراتك علشان ما نعيشهاش على امل. قال لي لا قولي لها تسعه، قولي لها تسعه بس. قول لها تسعه. اه هو طبعا متوفي. لا هو مش متوفي يعني، ما نعرفش عنه حاجه، اختفى كده فجاه. اختفى. اه اولا الموضوع ان هي تسعى عليها بالصبر وتسعى في امر من الامور سيسعدها في الايام القادمه سعاده عظيمه جدا، ولكن هذه السعاده هل هو رجوع الزوج او مع انسان اخر؟ الله اعلم. اسال الله جل وعلا ان ربنا يسعد جميع البشر. يا فاطمه. ايوه يا فاطمه. الرؤيه الثانيه يا شيخ، شفت انا وجوزي في الشقه جوه وبعدين الدنيا مطرت، قلت له تعالى نطلع برا في المطر نعرض جسمنا كده للمطر، وخرجنا انا وهو وقفنا في المطر برا شويه والمطر خفيف ونزل علينا كده. ده بشرى جميله يا فاطمه لك في الايام القادمه ان شاء الله. اسال الله ان ربنا يسعدك ويفرحك والله اعلم. معنا اتصال. في اتصال معنا؟ لا ارفع الصوت. عندي رؤيتين متوافقين ببعض. اتفضلي قولي الرؤيه الاول. قلت كالمعتاد لكل واحد، لو كانت قصيره هقول لك قولي الثانيه. الرؤيه الاولى. لا انا مش سامع حاجه يا فندم، معلي الصوت. الرؤيه الاولى داخل بيضه. تمام. اربع بيضات منهم صدف واربع فتاتين. وباقي ال 11 بيضه صدف وبقى. نعم. أنا متجوزة يعني لي 30 وما فيش حرفة يعني. والله أنت من غير ما تقولي كنت هسألك إنك أنت معاكي أولاد أو مش معاكي أولاد، وربنا سيمن الله عليك بالذرية. أبشر وقول الحمد لله. الحمد لله. نقول الثانية. شوف معي وراها أربع عيال صغيرين يعني. تمام. الحمد. سامعك. أربع معزة وراها أربع عيال. تمام. بس يعني فانا قلت يمكن دي مرتبطه باربع عيال. نفس التاويل بتاع البيض، ربنا حيمن الله عليك بالذريه، ولكن عدد اربعه ده هو رمز، ورمز انه حيكون مش معاكي ولد، حيكون معاكي اكثر من ولد، بس مش شرط يكون اربعه، ممكن يكون سته، ممكن يكون اثنين، والله اعلم. معانا اتصال؟ معانا اتصال؟ وعليكم السلام. ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله تمام. عندي رؤية قدامك لحضرتك. تأمرنا أمر يا حبيبي الغالي. هو أنا شفت إن أنا بوزع معايا عيش سخن طازة يعني في قلب شنطة، بوزعه على قلب ستات منقبة كده ورجالة لابسين ملابس بيضاء. لا إيه اللي متوزعه حضرتك؟ إيه؟ إيه اللي متوزعه؟ عيش. تمام. بس كده؟ بس كده. ده ربنا هيجعل لك العيشة هنية وعيشة سعيدة وطيبة، وأنت إنسان كريم تحب الكرم والجود، ليس إنسان بخيل أو شحيح، والله أعلم. معنا اتصال؟ ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم تمام. لو سمحت يا شيخ، جارتي شافت لي رؤيه، ممكن اقولها؟ تؤمري امر، بس ارفع الصوت بتاعك شويه واقفل التلفزيون او وطي التلفزيون. حاضر يا شيخ. جارتي شافت لي يا شيخ ان انا زي ما كنت لابسه بلوزه بيضه وبنطلون ابيض وشعري قصير وناعم وزي ما اكون حاطه مكياج او حاجه زي كده، وبتقول لي انت في هيئه شكلك حلو جدا واقفه على باب البيت، وبقول لك رايحه ثانية ام زياد بتقول لي مستنيه زوجها هيجيب لها عربيه الملاك وجاي. انت ام زياد؟ اه يا شيخ. ده ربنا حيديكي خير من اوسع الابواب يا ام زياد. اللهم امين يا شيخ. وربنا حيسعدك سعاده كبيره جدا، فقول الحمد لله. اللهم لك الحمد يا شيخ. وما تنسيش فضل ربنا عليك يا ام زياد، طلعي لك حاجه كده لوجه الله للفقراء حتى لو 20 جنيه يا ام زياد. اسال الله ان يحفظك ويسعدك ان شاء الله. معنا اتصال؟ الو؟ ايوه.
أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة كيف؟ أيوة تعال الهوا يا فندم اتفضلي. لو سمحت يا أم مؤمن مع حضرتك. نعم؟ أم مؤمن. أم وائل. أيوة. اتفضلي يا أم وائل تأمري أمر. أيوة كان عندي حلم حضرتك، حلمت بطريقي. ايوه سامعك انت على الهواء، ويا ريت تكفي التلفزيون من عندك او وطي عشان تسمعينا ونسمعك. حاضر حاضر. حضرتك العربيه سودا وانا ركبت قدام. تمام. كان في كيس اسمه رفيع على الارض شلتها وقعدت انا مكان كيس العيد يعني. نعم. ومشيت في العربيه بس كده. لا يدل على تيسير الامور، في امر من الامور انت عاوزاه وطلباه تحبيه وتريديه ربنا يحده لك في الايام القادمه فقول الحمد لله. نعم. مالوش علاقه بطليقي او كده. انا ما اعرفش طليقك ولا مش طليقك ولا عديلك، في حاجه انت عاوزاها ربنا يحدها لك، اللي نفسك فيه حده لك، انت نفسك في طليقك حده لك، نفسك في واحد ثاني حده لك، انت اضرب حالك مش انا. ايوه والله اعلم. تمرين امر. معنا اتصال. اسال الله جل وعلا ان ربنا ييسر لنا ولكم الامور، فان شاء الله ايها الاحبه الكرام تكونوا يعني متواجدين معنا ان شاء الله مع الحلقه بتاعتي، هتكون يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، فانتظرونا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.